الايس لاتيه، نجيب عندنا معلقتين كبار كده من القهوه، وبعد كده نقوم واخدين عندنا شويه سكر، معلقه كبيره من السكر، شويه حليب دافيين اهو، صدقني انا مش قصدي حاجه، بس انا بقول لك اهوت، لو قعدت للصبح اضرب بايديا وكتفي مش شغال معايا وكف ايديا بس اللي شغال، وبقول الموضوع ده كذا مره، ما كتفي عمري ما يوجعني، بصي انا ده ثابت وكف ايديا اللي شغال، هتلاقي الفوم اشتغل معاك اهوت، بصي اهو، ولا تقولي لي مضرب كهرباء ولا خلاط ولا اي حاجه، الموضوع سهل جدا اهو، اديله اهو، وعندي سرعات كمان، نبص على السرعه الاخيره اهيت. ماشي اهو، لا 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 شغل عالي، في اوبشنات هنا يعني، خلي بالك يعني عندي اوبشن سرعه اولى سرعه ثانيه اهو، ده السرعه الاخيره هي فوم ده ولا مش فوم يا باشا؟ ايه دراع وجعني ولا الهوا؟ كف ايديا اللي شغال، هتلاقي الموضوع معاك زي الفل. بص يا معلم اهو، نضرب كمان شويه صغيرين، حلو جدا. تعال بقى نشوف هنعمل ايه دلوقتي. في كنت محتاج بس اقل ده شويه عشان احط هنا سكر، في ناس بتحط حليب مكثف، طبعا حليب مكثف غالي، هنا سكر وخلاص. هو ما بيتحطلوش سكر، بس انا بصراحه يعني بيبقى طعمه حلو قوي، انا بحط له سكر يبقى زي العسل. نحط عندنا بقى شويه فوم هنا في كل واحده، ثلج مجروش على كل واحدة بقى شوية كده، يا صباح اللي انت عايش. يا شروق عارفة، حط شوية فوم هنا اهو، بسم الله الرحمن الرحيم، بالظبط يا باشا كده تمام، شوية ايس لاتيه حاجة ايه من الاخر، انا والشيف عايز بقى تحط كريمه فوم مثلا عليها من فوق، اهو بس كرم ده جميل اهو، يا حبيب قلبي يلا يا كبير.